نتحدث من دبي معي فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة شؤون إسلامية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أحمد. إلى أي درجة ما يحدث وكاختيار إن كان للوقت أو للمكان تخطى كل خطوط حمراء؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أتفضل في دورنا أن الإجرام والإرهاب تخطى كل الحدود ووصل إلى ما لا يعقل، مما يدل على أن هذا الإرهاب لا يمثل الإسلام، وأنه وأن عدوه الأول هو الإسلام والمسلمين، لأن الإنسان إنما يهاجم من يهاجم عدوه، ويهاجم من يهاجم بلد عدوه. وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنهم يعتبرون المسلمين أعداءهم، ويعتبرون المقدسات بلد عدواني، وبالتالي هم يهدمون الديار ويخربون ويدمرون العبادة والبلاد. فهذا دليل حي شاهد على أنهم لا يمثلون الإسلام، وأنهم أعداء الإسلام، وأن المستهدف الأول هو الإسلام والمسلمون. من هنا نستطيع أن نقول بأن هذه الأدوات أو هذه الشخصيات هي تعمل لصالح من يكيد الإسلام ومن يدمر الإسلام. نعم. معنى أنهم أدوات بأيدي غيرهم، فهم لا يمثلون الإسلام وإنما يمثلون أعداء الإسلام، وهم يريدون الكيد من الإسلام والمسلمين. هذا يقتضي من جميع المسلمين أن يكونوا مستشعرين بأنهم مستهدفون في مساجدهم، في مقدساتهم، في أرواحهم، في ذواتهم. فكل مسلم يعلم أن هناك عدو يترقبه ويترصده. نعم. يريد أن ينال منه. طيب. مثل هذا النيل الخبيث. كل الجهات، اسمح لي دكتور أحمد، يعني متخصصة متكفلة بعد كل هذا التصدي للإرهاب. ثمت من يتخصص بالجانب العسكري، بالجانب الفكري، وأنتم وكأي صرح ديني، ما الذي يمكن أن يتبع للفترة القادمة؟ نحن تكلمت، أنا بالذات تكلمت وغيري تكلم أيضا، بأن هذا الفكرة يجب أن يبتس من بين أرض بحرانينا معاشر المسلمين، بمعنى أن هناك أعداء في أوساطنا في الداخل، فعلينا أن نجتث هذا الفكر الذي وصل إلينا. يعني هؤلاء كما تعرفين من أبناء جلدتنا، من مثلا من السعودية. نعم. من هم؟ من بلاد الجزيرة العربية، من بلاد الإسلامي. كيف وصل إليهم هذا؟ غسلت أدمغتهم وغسلت عقولهم، فأستطاعوا حتى يعني كانوا أداة بأيدي غيرهم. فكيف نعالج ذلك بأن لا يعني يصل الفكر إلى هذا المستوى؟ نحصن أبناءنا، نحصن يعني بلادنا بالفكر النير، بالفكر الوسطي، بالفكر الاعتدالي، بمنهج الإسلام، بمنهج تعظيم حرمات الله عز وجل. وأعظم حرمات الله حرمة النفس المسلمة البريئة. يعني هذا الإجرام في مكة استبشعه جميع الناس، وكذلك ينبغي أن استبشعوا قتل أي نفس مسلمة بريئة. لقتل امرئ مسلم أهون عند الله من قتل من هدم الكعبة حجرا حجرا. يعني ليس هذا بالكبير بقدر ما هو قتل النفس البريئة، كذلك أيضا أكبر من ذلك. فالناس يستخصصون قتل النفس البريئة. نعم. التي نراها في كل حين وفي كل وقت وفي كل مكان، وفي المساجد. نعم. وفي المقدسات. وهذه كلها جرائم، يجب على الناس أجمعين أن يحاربوا هذا الفكر من أساسه. نعم، واضح. يحصنوا أبنائهم ويحصنوا أبنائهم من أن يصل إليهم هذا الفكر. صحيح. ما جاء من فراغ، جاء من دراسة، جاء من توعية، جاء من منهجية. هذه التي ينبغي أن نحاربها حتى يعني يعود الرشاد إن شاء الله. والسلام. شكرا لك فضيلة دكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة شؤون الإسلامية، على هذه المشاركة معنا من دبي.